حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم أرقام خضراء. أرقامنا اليوم غير، والقطاع اللي راح نتكلم عنه كان له تأثير واضح في المجتمع. أرقام حلقتنا عن هيئة الهلال الأحمر السعودي. في البداية بنتعرف معكم عن الخدمات اللي تقدمها الهيئة. تقدم الهيئة الخدمات الطبية الإسعافية للمواطنين والمقيمين في المملكة في الظروف العادية والكوارث، وتساهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتشارك في أعمال الإغاثة داخل المملكة وخارجها. وتعد الخدمات الطبية الإسعافية أهم خدمات الهلال الأحمر، وأبرز أرقامها في تقريرها الأخير 2020. تمتلك الهيئة أكثر من 460 مركز إسعافي. قدمت هذه المراكز في عام 2020 أكثر من 986 ألف خدمة إسعافية، وإجمالي الحالات المنقولة والمقدم لها خدمات إسعافية يصل إلى 420 ألف، وتمتلك الهيئة كادر سيارات إسعافي يصل إلى 1380 سيارة. وقدمت الهيئة أنشطة تدريبية لأكثر من 667 ألف مستفيد. الهلال الأحمر عندهم برنامج تطوع يعتبر من أنجح برامج التطوع في العالم، مع العلم بأن مشاركة المتطوعين برزت في موسم حج 1422، وكان لها دور كبير في المساهمة بتقديم خدمات الإسعافات والتوعية. اسمعوا أرقامهم اللي تسر الخاطر لعام 2020. إجمالي المتطوعين والمتطوعات 33,887، منهم 28,527 شاركوا في الفرص التطوعية، ويمثلون 8,334 فرقة تطوعية، وباشروا أكثر من 14,000 بلاغ، ونقلوا أكثر من 3,800 حالة، وعالجوا في الموقع أكثر من 136,000 حالة بواقع 325,869 ساعة تطوعية. وصل إجمالي المتطوعين خلال الجائحة إلى 16,336 مشارك، بإجمالي ساعات تطوعية 224,538 ساعة. وقدموا دورات تدريبية وتوعوية عن بعد استفاد منها أكثر من 667,134، وأطلقوا مبادرة نتعلم لنعبر بسلام اللي وصلت لأكثر من 600,000 مستفيد، وارتفع عدد مستخدمي تطبيق أسعفني لأكثر من 2,700,000 مستخدم. وفي الجانب الآخر من مبادرات الهيئة اللي قدمتها في رمضان 2020، 112 مبادرة تفطير صائم، و18 مبادرة تبرع بالدم، 48 مبادرة توزيع سلال غذائية، و185 مبادرة نقاط فرز، و138 توعية بالإجراءات الاحترازية. 4164 المتطوعين والمتطوعات بواقع أكثر من 20,000 ساعة تطوعية. ومن أهم الجوائز اللي حصل عليها الهلال الأحمر، تطبيق أسعفني حصل على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية،